كيف ممكن نحكي عن شيء مهم في أوتاوا وكندا دون ما نحكي عن حقوق المرأة؟ حقوق المرأة شيء كان صعب جدا المنال في كندا في القرن قبل الماضي، لكن في بداية القرن الماضي صار في موفمنت في كندا، وهي الموفمنت أعطت المرأة حقوق كبيرة، منها حقوق الانتخاب وحتى كلمة بيرسون إنسان. هل كانت في ديبيت هل هذا معناها الرجل لما تحكي بيرسون ولا هو بنت كان انكلود الرجل والمرأة؟ هذا كل الحكي انتهى في بعد الحرب العالمية الأولى، وبدأت المرأة في كندا تتجاوز بعض حقوقها منها الانتخابية. في 1940 بس بدأت المرأة تزاول حقوقها الانتخابية في مقاطعة كيبيك، وفي 1960 المرأة من أصول النيتف الانديجينس بيبول بدأوا يزاولوا حقوقهم. طبعا عشان هيك من مقابل الشاتو لوريه في الداون تاون عملوا The Famous Five. هدول الخمس نساء اللي خلفنا هم حاربوا وجاهدوا من أجل حقوق المرأة في كندا. يعني طبعاً يشربوا شاي، أنا بحب الشاي، يعطيهم العافية. فعلاً أثبتوا إنه المرأة تستطيع أن تقوم بما تريد إذا أرادت وتوحد. هذول الفيموس فايف عجبتكم القناة، بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.